الله والحمد لله. أحبتي في الله، بعض الأبناء في البيت يلعب ويطيح من جدار ويسقط من دولاب ويسقط من باب ويسقط في الحمام مثلا، فتجده يقوم ما في شيء، فبعد سنة أو سنتين أو ثلاث تبدأ في أعراض وأمراض، إما مس وإما أمراض عضوية. فلذلك نصيحة لمن يسقط عنده ولد في البيت أن يدهن بزيت مقري لمدة لا تقل عن 10 أيام، وذلك ثبت لدينا بالتجربة وبتتبع بعض الحالات أن معظم حالات المس ومعظم حالات الجلطات ومعظم حالات الشلل سببها طيحة في البيت أو سقوط للولد ونحن غفلنا عنها. أقول حتى لو قام الولد ما في شيء يدهن بزيت مقري احتياطا احتياطا. كذلك لمن يصير عليه حادث يدهن بزيت مقري، لأن الخوف الشديد من أسباب دخول الجن. كذلك الأخوات النساء التي يعملن عمليات قيصرية وغيرها تدهن بزيت مقرفي لمدة 10 أيام، لأن الخوف الشديد من العمليات أو الخوف الشديد اللي حصل عند الولد في الطيحة والسقوط سواء في دورات المياه أو في الأبواب أو عند الأبواب أو في الحوش، هذه مظنة لدخول الشياطين والله تعالى أعلم. أنا أقول هذا الكلام من واقع خبرة في الرقية لمدة أكثر من 20 سنة. فلذلك والله إني ناصح لكم ولنفسي ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لمن يطيع عنده ولد أو يسقط أن يدهن بزيت مقرفي حتى لو يقوم الولد وما في شيء، ادهنه حتى لو يعني يطيح في الشارع او مكان بعيد وسمعت انه طاح وسقط، جيبه في البيت واقرا على زيت زيتون وادهنه بالزيت عند النوم لمده 10 ايام احتياطا، فانك سوف ترى باذن الله نفعا عظيما بهذه الطريقه. واسال الله لمن نشر هذا المقطع ان يغفر ذنبه هو ووالديه وجميع المسلمين وان يرزقه من حيث لا يحتسب.